هذا المعرض بعنوان ذوبان غطاء السكر. ب 2005 بلشنا مشروع اسمه بلوزات، انتهى مشروع بلوزات وهو فتح لنا مجال ان نبلش هاي الحركه اللي هي كاتر ريبوبليك. بنحاول بهذا المعرض نفرجي نحكي الإشي المدفون جوا البني آدم أو جوا الشخص، خلينا نحكي شوي الإشي البشع المدفون جوا وبعيد عن التلطيف والغلاف السكر هذا اللي كل إشي بحياتنا اليوم مغلف بسكر. The sugar coat itself doesn't mean the actual sugar coat itself, like a metaphor. This concept right behind us was born out of discussion. دائما لما اثنين بيشتغلوا مع بعض اكيد ما في شخص زي الثاني، بس الشيء اللي بيطلع او الاوتبوت بيطلع شيء ثالث، فهي هي يمكن الشخصيه الثالثه اللي بتطلع اكيد. احنا دائما بنحاول نترك هيومر معين او نخلي الاشي بيضحك شوي اكثر ما انه يكون كئيب. You have here a lot of different techniques and styles. Some of them are mainly based on usual advertising techniques or graphic techniques. On the other hand, you have a few street art techniques or urban art. Since it's our background, يعني